بين مؤيد لدعوة الحكومة اليونانية إجراء استفتاء على خطط التقشف الأخيرة والمساعدة الدولية والأوروبية، وبين معارض للخطوة بوصفها جاءت متأخرة، وبين من يرى فيها تنصلا من المسؤولية تنطوي على مقامرة سياسية، انقسم الشارع اليوناني حيال الاستفتاء على خطة قروض بأكثر من 100 مليار يورو. لم نشهد قرارات تراجيدية أكثر من هذه. هؤلاء الناس في الحكومة لا يدرون ما يفعلون، عديم الفائدة. كلما أسرعوا في ترك السلطة سيكون إنقاذ اليونان أسرع. أعتقد أن قرار باباندريو صحيح. كل هذه الأشهر التي تعرض فيها للضغط من الاتحاد الأوروبي، على الجميع أن يتحمل المسؤولية. الاستفتاء سيظهر إن كان القرار خطيرا أم لا من خلال عمل اليونانيين على تخفيض ديونهم. وزير الداخلية اليوناني قال أن الاستفتاء سيجرى في شهر كانون أول ديسمبر المقبل، وأضاف أن هذا قد يحدث إذا عملت اليونان والشركاء الدوليين على العمل على وضع تفاصيل خطة الإنقاذ قبل الموعد المخطط لها. Η χώρα μας πέτυχε ιστορικές αποφάσεις.